عاد مشاهدينا مره اخرى الى ضيفي في الاستوديو الاستاذ عادل السنهوري. استاذ عادل، هل نستطيع ان نقول بان نجاح هذه الثوره امتد، يعني لم يقتصر فقط على الداخل بل امتد للخارج، واصبحت هذه الثوره يمكن ملهمه لثورات كثيره في العالم العربي؟ شهدنا انتفاضات كثيره ضد حكم الاخوان في تونس مثلا، في ليبيا. صحيح. شوف محمد، يعني هو يعني برضو التاريخ معلم وملهم، يعني التاريخ بيعلمنا الدروس، وانا يعني وانا بقول عشان كده لازم كتابة التاريخ يعني بشكل مختلف للأجيال الحالية أو الأجيال الصغيرة، علشان يعرفوا إحنا كنا فين ووصلنا إزاي، وإنه هذا البلد قدرها يعني أن يكون موقعها الجغرافي ويكون دورها الحيوي وسط محيطها العربي ومحيطها الإفريقي أو حتى الدولي. هذا هو قدر مصر، دائما ما تكون هي الدولة القائدة والدولة الرائدة، وأي شيء يحدث فيها له بالتأكيد صدى سواء إيجابي أو سلبي. يعني طوال التاريخ أنه أي عدو بيجي بيكون همه الأول هو السيطرة على مصر، ثم بعد ذلك سهولة الوصول إلى 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 باقي دول المنطقة، لأنه إذا كانت مصر هي الشقيقة الكبرى أو الدولة الكبرى وقعت تحت السيطرة، أصبح من السهل جدا التهام باقي الأعضاء. فبالتالي أنا أعتقد أنه 30 يونيو كانت ثورة الإنقاذ الكبرى ليس لمصر فقط، يعني من وجهة نظري أنه كان المخطط الأكبر قوى إقليمية موجودة في المنطقة سواء صغرى أو كبرى كلها كانت تتحين الفرصة لتمتطي صهوة جواد الإخوان في مصر لتمر به على باقي الأنظمة العربية ومحاولة الاستحواذ والسيطرة على الثروة في دول الخليج، ومحاولة يعني إجراء التغييرات في بنية هذه المجتمعات وفي باقي الدول العربية. هذا هو كان المخطط. الثمرة الكبرى أو الجائزة الكبرى هي مصر، كان كل في انتظار أن يعني يستتب الأمر للإخوان، ثم بعد ذلك تتداعى باقي الدول العربية. فلذلك أعتقد أنه التأثيرات الخارجية لثورة 30 يونيو، وأعتقد أنها تأثيرات إيجابية جدا ولصالح النظام الإقليمي العربي، أو في هذا الوقت ما تبقى من هذا النظام الإقليمي، على الأقل كانت بدايات يعني زي ما بيقولوا بقى زي إعادة إصلاح الأوضاع في مصر. مرة أخرى عادت مصر إلى قلب الأحداث بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم. عادت مصر مرة أخرى تلعب دورها في محيطها العربي وتثبت يعني زي ما بيقولوا أركانها من جديد، وتؤكد على أمنها القومي الذي يمتد من الخليج إلى المحيط وفي عمق القارة الأفريقية. عادت لكل الفعاليات الأفريقية، عادت إلى الدول العربية، استعادت موقعها مرة أخرى دوليا. فبالتالي لما نيجي نشوف المشهد الآن، ولو تصورنا لا قدر الله ماذا كان يحدث لو لم تنجح ثورة 30 يونيو، الآن بعد نجاح الثورة كان لها تأثيرات إيجابية جدا. يعني دائما ما يعني الكل ينظر إليك، الكل ينظر إلى 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 مصر، ماذا ستفعل مصر عندما نجحت الثورة في تثبيت أركان الدولة المصرية واستعادت هذا الوطن الذي كانت الجماعة تريد سرقته يعني في غفلة منا. يعني أعتقد أنه كل بدأ ينظر أنه مصر عادت مرة أخرى. التأثيرات الإيجابية من سواء الثورة في تونس اللي انتفضت ضد الإخوان أيضا، لأنه كان هناك أمل أنه الإخوان أنه يقفزوا على السلطة في تونس. تعال شوف الأوضاع دلوقتي حتى في العراق، تأثيرات ذلك إيجابيا في العراق في الحرب على الجماعات العنف وتنظيمات الإرهاب التي كان مقدر لها أن تتخذ من مصر مقرا لها ومنصة انطلاق لها لباقي الدول العربية. تعال شوف حتى الأوضاع في ليبيا، يعني مساندة ودعم الثورة المصرية الآن والدولة المصرية الآن للأوضاع في ليبيا. الآن نحن نتحدث الآن على استعادة يعني أكثر من نصف ليبيا في يد النظام الشرعي، لأنه ده أمن القوم الحقيقي. أنت بتتكلم على شكل دولة في 2012 كانت دولة يعني مفتوحة على مصراعيها، حدود غير مؤمنة، دخول جماعات العنف، محاولة كسر الأجهزة الأمنية، محاولة أيضا
يعني انشاء جيش موازي، لانه طول عمره الجماعه جماعه الاخوان ولديها ثار مع الجيش المصري منذ 23 يوليو 52. يعني اعتقد انه لما استعادت الدوله المصريه اركانها اصبح لها تاثيرات ايجابيه الان في الخريطه الان. يعني انت ترى الان حتى الوضع في سوريا وموقف مصر، موقف 30 يونيو وموقف مصر 30 يونيو من ما يعد من الاحداث في سوريا وتاكيدها على ان الحل السياسي والحل الاوحد. واعتقد ان موقف مصر ده غير كثير من المواقف المتشدده حتى من النظام السوري الحالي. تاكيد مصر على وحده الاراضي السوريه، تاكيد مصر على يعني الدوله الوطنيه بشكل عام في المنطقة العربية وفي سوريا. واعتقد ما نراه الان من تراجع جماعات العنف، من انكسار الارهاب سواء في ليبيا او في سوريا والان ايضا في اليمن، كل ذلك سواء كانت تأثيرات مباشرة او غير مباشرة لثورة 30 من يونيو. فبالتالي البعد العربي لهذه الثورة والتأثيرات العربية لهذه الثورة ليست غائبة عن نتائجها. فلذلك لما قامت ثورة 30 يوليو كان هناك دعم كبير جدا ومساندة كبير جدا من الأشقاء العرب الذين يدركون ليس بقيمة مصر فقط ولكن تأثيرات السلبية لما يحدث في مصر عليهم. ولذلك رأينا يعني الموقف من دولة الكويت أو الإمارات أو السعودية أو حتى لبنان والعراق وكل الدول العربية التي أيدت ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، لأنها تدرك جيدا أن لا قدر الله أي شيء هيحدث في مصر هيكون له تأثيرات سلبية وتأثيرات كارثية. على الناحية الأخرى كانت هناك دول أخرى تنظر إلى مصر نظرة مغيرة عن نظرة الدول العربية التي تحدثت عنها دلوقتي أستاذ عادل، وكان ينظروا لنا بشكل مختلف شوية. إزاي استطاعت الحكومة الحالية أو رئيس عبد الفتاح السيسي في أنه يغير نظرة العالم الغربي لنا؟ يعني شفنا علاقات قوية جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت في البداية غير مقتنعة بثورة 30 يوم. شوف العلاقات بين الدول ليست هناك صداقة في العلاقات بين الدول، هناك علاقات مصالح. يعني خلي العلاقات العربية علاقة مصر والدول العربية ده على جنب، لأن ده تاريخ مشترك ومصير مشترك. خلينا نشوف علاقات مصر بالدول الخارجيه، هي علاقات مصالح. واي دول والتاريخ دايما بيقول انه العلاقات تقوم على علاقات المصالح المشتركه. عندما تاكدت الدول الغربيه والولايات المتحده الامريكيه، ولما زار اقول لك موقف، لما زار الرئيس السيسي اول زياره له في اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده في سبتمبر 2014، كان هناك داهيه السياسه الخارجيه الامريكيه هنري كيسنجر الى جوار الرئيس الامريكي السابق اوباما ينصحه ان يلتقي بالرئيس السيسي. ويعني وكتبت بعض الصحف الامريكيه انه كيسنجر قال له يعني بالتعبير البلدي بلاش لعب عيال، دي مصر في النهايه، عليك ان تجتمع مع الرئيس السيسي وتتعامل مع الدوله المصريه الجديده، لانه ما بين الولايات المتحده ومصر الكثير من المصالح المشتركه. ثم جاءت بعد ذلك المواقف المتشدده التي لعبت الخارجيه المصريه والقياده السياسيه المصريه دور كبير في تغيير هذه المواقف، سواء المانيا او بريطانيا وتحديدا المانيا. لانه في النهايه ابحث دائما عن الاوضاع الاقتصاديه يا استاذ محمد، يعني العلاقات الاقتصاديه هي دائما ما تفرض كلمتها، لانه الشركات الالمانيه الكبرى كان لها مصالح مع مصر، فزي سيمنز على سبيل المثال، لانه كان هناك عقود كبيره جدا لسيمنز في بناء المحطات الكهربائيه الجديده وتحديدا في البرولوس وفي العاصمه الاداريه الجديده والاخره. فبالتالي هذه عقود بالمليارات تنقذ شركات وتنقذ دول. ولذلك دائما كنت بقول ابحث عن الاقتصاد في تغيير وجهه النظر. اصبح هناك امر واقع، الدول تتعامل مع امر واقع، هناك دوله جديده باراده شعبيه استطاعت ان تحافظ على هذا الوطن وتستعيد علاقتها. فبالتالي يعني ايه اللي هيجبرني ان انا استمر دائما في حاله عداء؟ المانيا فعلت ذلك وتعددت الزيارات ما بين الطرفين، فرنسا نفس الحكايه، بريطانيا. يعني انا اعتقد في ان انت سريعا
استطعت أن تهزم قوة الإرهاب التي ما زالت أو قوة الشر التي ما زالت حتى الآن يعني زي ما بيقولوا كده بتفلفص يعني أو تحاول تشوه الصورة حتى الآن، أن أنت قدرت تهزمها وتستطيع سريعا جدا مصر أنها تستعيد علاقتها وتستعيد دورها. أنا كان يمين الأول أفريقيا لأنه غيابك عن الساحة الأفريقية أدى إلى هذا الوضع ما قبل 30 يونيو الوضع المهترئ، لكن استعدت سريعا تجميد عضوية في رئاسة والرئيس السيسي اعتقد بالظبط الرئيس السيسي من اكثر الزعماء المصريين على حسب ما اعتقد يعني زار افريقيا وحضر قمم افريقيا، وده كان مهم جدا لانه في السابق كان دائما الاخوه الافارقه يتساءلون اين مصر؟ اين مصر؟ يعني اين رئيس مصر؟ ليه دايما كان يبعت يعني رئيس وزراء او وزير دوله او بتاع؟ كان دايما ينظرون ده يعني معنى ذلك انه كان الاهتمام بافريقيا بيعكسوا حجم التمثيل اللي في القمم الافريقيه، لذلك الرئيس السيسي كان حريص جدا على الحضور القمم، حريص جدا على زياره عدد كبير جدا من الدول الافريقيه، ويمكن انا يعني كتبت كذا مره في انه لابد ان تكون الاولويه الان في دوائر السياسه الخارجيه المصريه هي افريقيا. ولذلك نرى الان الزيارات التي من ايام الوزير نبيل فهمي ثم الوزير الحالي سامح شكري، اعتقد الزيارات كثيره جدا، الاهتمام بافريقيا والعلاقات المصريه الافريقيه اعتقد الان استعادت بريقها الستيني زي ما بيقولوا، يعني بريق العلاقات المصريه الافريقيه كما كان في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، اعتقد ده كان مهم جدا. يعني مصر لديها الادوات التي استطاعت بالفعل بعد 30 يونيو انها تستعيد دورها سريعا عربيا وافريقيا ودوليا.